الباشمهندس فرج، زي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن خالد؟ منور. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. خد بالك، علي ماهر عاملها معاك. مبروك، ده ماتش رياضة. علي ماهر عاملها معاك الماتش اللي جاي. يا بيدي، رياضة رياضة. احنا لما تعاقدنا معاه ما كناش نعرف ان هو هيوصل لقبل النهائي ولا هذا الكلام، وبعدين دي رياضه، مكسب وخساره، احنا مش ضد اللي بيكسب يعني. صحيح صحيح، لا انا بهزر معاك يا باشمهندس فرج، انا عارف. انا عارف يا كابتن خالد، ما انا برد على حضرتك. انا قصدي عشان علي ماهر لو الاسماعيلي كسب هيكون اي فريق من الاسيوطي وسموحه اللي هيكسب هيلعب كونفدراليه. ليه؟ ايه؟ ليه؟ لو الاسيوطي، انت مثلا انت بتلعب الاسيوطي، كسبت الاسيوطي او وصلت المباراه النهائيه، او الاسماعيلي معاك في المباراه النهائيه، هو اللي كسب الزمالك، تلعب على طول كونفدراليه. والله يا ربنا يوفقنا. احنا اولا حضرتك بالفضل مباراه تركيز جامد جدا. طبعا شيء عظيم قوي ان احنا نلعب كونفدراليه، لكن احنا بنفكر في مكسب هذه المباراه. كل تركيزنا ان احنا بنفكر فيه. واحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعمل قصارى جهودنا ان احنا نكسب، وده يعني امر مشروع ومنطقي. الكاس طبعا ما فيهوش كبير، لكن احنا هنعمل كل ما نستطيع، والتوفيق بتاع ربنا. صحيح صحيح. انا بعزيك الاول في وفاه والدك احمد امين بندر. انا من خلال سيادتك عزي طبعا الكابتن سموح احمد نبيل مانجا لوفاه والدته، وانا للاسف كنت بكلمه امبارح، وطبعا ما كنتش اعرف او هي وفاتها المنيه بعد ذلك صباح اليوم. فالله يرحمها وربنا يسكنها فسيح جناته، بتقدم له بخالص العزاء. ومانجا ده من احسن اللاعبين في مصر، اخلاص ورجوله وبطل، ويعني ما شفناش منه الا خير وكل احترام في نادي سموحه. يعني مثال للرجوله والكفاح. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه. لا احسن تربيته. باشمهندس فرج، هل فعلا جاي لي خبر الاهلي خلاص عبد الله بكري؟ مفيش كلام من ده، كلها مناوشات من بعيد لبعيد. يعني كل الاخبار النازله دي مش حقيقيه يعني. ما فيش الكلام ده حضرتك، هو يعني شخص عزيز عليا جدا وعزيز على الاهلي جدا، والاهلي دايما بيوسطه لما بيجي يستلم لاعب. كلمني على محمود عزت وعلى عبد الله بكري. الو؟ ايوه سامعك يا باشمهندس فرج، سامعك. كلمك امتى الكلام ده؟ كلمني اول امبارح او كده، بس احنا ما وصلناش لاتفاق يعني. لكن نكلمك كمان على محمود عزت، ومحمود عزت تقريبا عامل صليبي صح؟ ما خلاص محمود عزت خف، محمود عزت اصيب في المنتخب القومي، وسموحه اللي عالجه. يعني سموحه اللي عالجه. ده المفروض المنتخب هو اللي يتحمل تكاليف علاجه. ما حصلش الكلام ده، يعني في لاعبين اخرين اصيبوا مع حجتهم المنتخب عالجهم. زي احمد الشناوي كده. محمود عزت طبعا، محمود عزت اصيب في تجمع المنتخب. وحضرتك مسموح على عالجه، وانا مش ندمان على ذلك، لان هو يستاهل مننا اكثر من كده. واعتقد المره اللي قبليها كمان اصيب مع المنتخب العسكري. مظبوط، واحنا اللي عالجناه برضه، واحنا ضارين من ذلك. انتوا فلوسكم كتير يا باشمهندس فرج. لا مش الكلام ده، بس انا طبعا احنا بنحترم المنتخب العسكري فوق دماغنا، المنتخب القومي فوق دماغنا، بس انا مش هسيب اي لاعب يعني بيلعب في سموحه. مفيش حد في سموحه ابدا لا قدر الله اصيب الا لما عالجناه احسن علاج في الدنيا بغض النظر عن اي حاجه. هل في تفكير في تغيير الاجانب في سموحه السنه الجايه؟ طبعا اكيد هنغير، يعني وارد، احتمال كبير قوي طبعا ان احنا نغير الاجانب. وارد احتمال كبير قوي. تمام. باشمهندس فرج، عندك معلومه عن ان وزير الشباب والرياضه انهى عمل اللجنه الماليه في نادي الزمالك يوم السبت؟ الوزير طبعا، الوزير مشكورا بحكم علم بكل حاجه. يعني عرفت ما طبعا قبل ما ساعه ما بيطلع القرار على طول، احنا طبعا لجنه الشباب والرياضه بنبلغ، وانا من وقت طويل قوي كنت اقول للمستشار مرتضى، اقول لسه هو كان بيكلمني من شويه، اقول له يا عم لو سمحت ارجوك الهدوء، اهدى والامور كلها هترجع احسن مما كانت، والدنيا هتمشي زي الفل، ومفيش حد ما بيساندش الزمالك، ومفيش حد مش عايز الزمالك يستقر، بس ارجو منك الهدوء وعدم ما تهاجمش حد. وده كان كلمتي له وكان كلامي معاه، خدت بالك؟ والحمد لله وباركت له.
معلش يا باشمهندس انا اسف بس عشان الناس تفهم وانت رجل تفهم في الموضوع ده اكتر مني. المستشار مرتضى منصور واخد الموضوع ده كانه انتصار وان الموضوع انتهى تماما. لا وان خلاص ان مفيش اي مشكله في نادي الزمالك. بص يا بيه انا عايز افهم هل انسحاب اللجنه الماليه ده معناها ان النيابه العامه وكل حاجه خلاص كله تمام مفيش حاجه؟ بص يا بيه بص حضرتك دلوقتي الوزير جاله يعني من النيابه العامه ان اللجنه اودعت تقريرها لدى النيابه العامه. تمام خلاص؟ اه فبالتالي انتهى العمل. تمام. الوزير اصدر قرار بانهاء عمل اللجنه. تمام. بناء على ان اللجنه دي انا اتعملها. تمام. في لجنه ثانيه من العضويه هتخلص كمان اسبوع او 8 ايام. تمام. خد بالك بعد كده النيابه هتطلع هتاخد قرار. اه يعني انا قصدي ان 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 ده مش نهايه الموضوع يعني. ده الكلام، احنا طبعا نتمنى انتصار الزمالك. طبعا انا اتمنى الاستقرار للنادي، انا قصدي بس عشان الناس تفهم. منصور نتمنى ما يكونش في اي شيء على الاطلاق. لازم النيابه طالما النيابه هي اللي شكلت اللجنه او هي اللي طلعت القرار بتشكيل اللجنه لازم حضرتك اللجنه بتطلع قرار. تمام يعني قصدك النيابه بتطلع قرار. النيابه بتطلع قرار. يعني قصدك ان انهاء اللجنه الماليه في لحين اصدار قرار من النيابه العامه او نيابه الاموال العامه. أيوة. يعني لالا بالادانه لالا بان ما فيش حاجه خالص. ان شاء الله خير، ان شاء الله البوادر خير. ليه؟ طالما حضرتك التوقعات رجعت والامور رجعت انا ما اقدرش احكم على حاجه مش في ايديا، دي في ايد النيابه، لكن احنا بنتعشم خير. بنتعشم خير. تمام. يعني نتعشم خير وطبعا يعني كل اللي بنتمناه ان خلاص هو رجعت التوقعات ورجع ده ورجع ده ورجع ده، كل انسان في مصر يتمنى ان الامور تمشي بطريقه الطبيعي 100%. خلاص يعني المجلس الجديد ده هو بقى اللي هيطلع الفلوس وهو اللي خلاص هو اللي هيستلم الفلوس كل حاجه. وفي لجنه هتخلص موضوع العضويات كمان 5 6 ايام. اللي هي لجنه اللي هي العضوات المستثناه. المستثناه، ولحضرتك دي الكلام ده جاي بناء على شكاوي من ناس اخرين. تمام. تمام. بشكرك يا باشمهندس. الكلام ده مش انتصار للاستاذ مرتضى منصور. ده انتصار لاجراءات يعني ايه؟ مفيش تربص، مفيش اداء، مفيش تحيز، مفيش اي حاجه. انت مش يعني لا انا باكده ولا كنت باكده للمستشار مرتضى منصور ان يعني هو مش هدف للوزير ولا هدف لده ولا هدف لده ولا هدف لده. اي جهه في الدنيا بتقدم شكاوي النيابه بتشكل لجان، اللجان بتقول رايها والموضوع بيكون قيد التصرف من النيابه. والادوات المستثناه ناس مقدمه شكاوي الوزير مجبر ان هو يعمل لجنه وفي النهايه لا يصح الا الصحيح. تمام. بشكرك باشمهندس فرج رئيس نادي سموحه. عايز اقول لكم بس خبر تاني الاهم دلوقتي، ما عنديش حاجه مهمه قوي نقولها يعني غير فكره جراس. جراس ده هيحصل ايه معاه؟ جراس ده غريب شويه.